اول مره تطلع نتيجه ايه تنسيق الطلاب الثانويه العامه لهذا العام. هم دول الوحيدين اللي سمحنا لهم لمده 48 ساعه قبل ما نطلع النتيجه علشان يغيروا رغباتهم، لان المجلس الجامعات الخاصه والاهليه نزل الحد الادنى، واصبحت في حاجه فرص كتيره للطلبه ممكن تحصل. احنا لما عملناها في حوالي 1600 طالب فعلا غيروا الرغبات، دول اساسا هيخشوا في التنسيق معانا كمان بعد كده، دول كلهم هيخشوا في التنسيق وفرصهم هتبقى موجوده بالكامل. خلي بالك احنا عندنا حوالي 4000 طالب استنفذوا مرات الايه؟ المرات الايه؟ اللي الرغبات بتاعتهم، دول عليهم انهم يعدلوا الرغبات علشان نقدر ننسقهم في المره الجايه. طبعا طلعنا النتيجه، النتيجه بتخش الطالب، السيستم ده سيستم مغلق، بمعنى ما حدش يقدر يلعب فيه خالص ولا يقدر يخش عليه. احنا اوتوماتيكالي السيستم بيبعت لك نتيجتك، بيقول لك انت حصلت على وفقت في الرغبه رقم كذا انك تخش البرنامج الفلاني في الجامعه الفلانيه. وانت عليك تعمل واحد اثنين ثلاثه عشان تقبل، ولازم تروح الجامعه وتستوفي الطلبات بتاعتك ان سو اون. كل الكلام ده بيتعمل اوتوماتيكالي من السيستم. الشخص اللي ما كملش الرغبات بتاعته او ما استنفذش الرغبات، استنفذ الرغبات بتاعته، بيقول له سمحت احنا اسفين انت استنفذت الرغبات، لو سمحت عدل الرغبات. في بعض الطلبه يجي كتب رغبات، ماشي، وهو بيكتب الرغبات كتب رغبات قطاع لغايه الخامس السادس وتبر، وبعدين جه طلب رغبات قطاع تاني ما امتحنش القطاع التاني. هنيجي نوقف عند رغبه معينه مش عارفين ننسقه، ويجي على الرغبه اللي دخلت في القطاع التاني ما امتحنوش، هنوقف. ده عليه انه يخش امتحان الرغبه اللي هو بعدها عشان يتم تنسيقه، وده من حقه يعدل برضه في الرغبات زي ما هو عاوز، مفيش اي مشكله بعد كده. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا مش عارف، سيستم مغلق تماما. الميزه باللي احنا بنعمله ان احنا بيتم بشفافيه كامله عاليه جدا جدا جدا. طبعا احنا ما بنقولش ليه، في ناس يقول لك طب والله في كليات قفلت، اقول له مفيش حاجه اسمها قفلت، مفيش حاجه اسمها قفلت. في كليات كل الطلبه من حقها انها تتقدم في كل الكليات اللي بعد كده، بس تقول لي طب ما هو ممكن ما يلاقيش فرصه، هو بقى اضرب نفسه. انما لو حقق المجموع الاعتباري لهذه الكليه هناخده فورا، مفيش اي مشكله بعد ما امتحن، فدي فرصه موجود. مش عرفنا بتوع الدور الثاني بتوع الثانويه العامه هيجيبوا مجاميع شكلها ايه بعد كده لما يمتحنوا معانا الامتحان اللي هو بنقول المعرفي وامتحان الكريتيكال ثينكينج، وجابوا مجموع اعتباري ضخم، ممكن يروح في كليه ممكن من وجهه نظرك انها اتقفلت. مفيش حاجه اسمها اتقفلت عندنا، احنا ما بنقفلش، احنا بندي للطلبه فرص كامله انها تبقى موسعه عندهم. احنا اساسا جامعه اهليه، ومفروض بندور على الطلاب المتميزين باقصى درجه ممكنه من ذلك، والفرص المتاحه عندنا موجوده بشكل كبير جدا جدا وموسعه للطلاب من جميع التخصصات.